اليوم بدنا نحكي عن برودكت اسمه ريفربيد. ريفربيد هو اتس وان اكسلريشن برودكت. شو يعني وان اكسلريشن؟ هلا بنفسر اكثر. وان هو وجود شركه بنقطه معينه من العالم بتعوز يكون عندها اوبريشن بغير نقطه من العالم. مثلا فور اكزامبل نعطي اكزامبل لبنك عنده هيد اوفيس مطرح ما بيكون في كل الابلكيشنز تبع البنك تبع الباز دوني تبع كل اليوزرز. اوكي بيكون البنك عايز انه يكون عنده فرع بفور اكزامبل بنقطه من لبنان او بنقطه ثانيه من العالم. ليكون هذا الفرع موصول بالهيد اوفيس مضطرين يكون عندنا كونكسيون بنشتريها من بروفايدر موجود يا بالبلد يا بنطلع اوفر دي انترنت. مشان هيك الكونكسيون اول شيء غاليه، ثاني شيء ما بتعطينا السرعه الكافيه لحتى نشغل الابلكيشن بطريقه لازمه لحتى تعطينا لوك اند فيل انه نحن بنشتغل مثل كانه بالهيد اوفيس. فمشان هيك بنعوز ديفايس اسمها ريفربيد. ريفربيد هي اتس وان اكسلريشن ديفايس، شغلتها انه تسرع الكونكسيون بطريقه انه اليوزر اللي عم يشتغل بفرع بعيد عن الهيد اوفيس يحس كانه عم يشتغل على بالهيد اوفيس. اليوم بس حكينا انه الفرع اللي وصلنا الفرع بالهيد اوفيس لحتى ناخذ الابلكيشنز، الكونكسيون الموجودة ما غيرناها، تركناها بس ركبنا مكانتين، وحدة موجودة بالهيد اوفيس وحدة بالبرانش مطرح ما في يوزرز عم يشتغلوا. هدول المكانات شغلتهم يسرعوا الكونكسيون، يعني مثل كأنه يفرجونا مثل كأنه أخذين الكونكسيون 10 مرات أو الحدود 100 مرة أكثر أسرع. ريفربيد شو بيعمل؟ ريفربيد بيغير بالبروتوكولات اللي بنستعملهم نحن على الإنترنت بطريقة إنه بيقدر يكونوا سريعين. بيقدر يشيل القصص اللي بتقطع كذا مره على اللينك بفضيه لحتى تقطع قصص فاليد، يعني هو هن بيقطعوا مره واحده. ديفايس موجوده بموديلات، من موديل صغير فيها يكون لبرانش يوزر بيكون في 2-3 يوتيليزاتور لحد ما نقدر نكون سايت ثاني كبير في مثل هيد اوفيس ثاني بيكون جيوغرافيكلي. هول الديفايسات بيشتغلوا شو ما كان الليزون اللي عندهم، فيها تكون ليزون انتين، فيها تكون ليزون خط بالارض، فيها تكون ليزون انترنت من سايت لسايت بالعالم، وشغلتها انه تسرع الكونكسيون من مطرح لمطرح. موظفين عم بيروحوا بيبرموا بالعالم او بيسافروا بيقعدوا باوتيلات او بيعملوا برزنتيشنز او بيكونوا قاعدين ببيتهم عم يشتغلوا من بيتهم اللي هي بنسميها ورك فروم هوم قد ما فينا. اوكي صار فينا نعمل شغله وحده بريفربيد، عندنا سوفت وير بينزل على اللابتوب كمان لكونكسيون اللي هي بالبيت، اذا عزنا نسحب ميلاتنا او نسحب فايلات من الهيد اوفيس صارت بتسرع لنا الكونكسيون مينيموم 10-20 فوا. لكن مثل ما حكينا عن الريفربيد اللي هو اذا كان او مكنه او سوفت وير بينزل على اللابتوب شغلتهم يسرعوا لنا الكونكسيون اللي موجوده عندنا نحن.